انا قلت لكم في الاول اهم شيء هي النيه. عندنا سطل تخشيت في هذاك السطل ها ونص انا غاسل من الجنابه. نعم يا اخي، مثلا انا في البحر وفي جنابه وبغيت نغتسل من الجنابه كنضرب سانطو، ولكن تكون عندي النيه. كنقول لك النيه يا اخي لابد من النيه. بسم الله كنضرب سانطو في البحر كنطلع يعني ونحك شويه وهذه صافي انا غسلت من الغسل من الجنابه. نعم يا اخي الكريم، غسل الجنابه ساهل ماهل. نعم يا اخي شاهد. مرحبا مرحبا اخويا منير، بارك الله عليك اخاي. مرحبا بكل اصدقاء الكرام. هذا ابو حفصه، هذا ابو حفصه عمر النحيلي يسجل البيت المباشر. الله 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 يا سلام. وتحيه الاصدقاء ديالي المحبين اللي كيحبوني، تحياتي لكم فرضا فرضا فرضا. الله يحفظكم يا احباب. خويا عمر زورنا، حنا توحشناك. الله يحفظك خويا الطنجاوي، تحياتي ان شاء الله. طنجة طنجة، الله يحفظك. مرحبا مرحبا ياسين، مرحبا. خويا عمر كيفاش اللي بغيت نغسل من الجنابة؟ غسل الجنابة خويا سهل سهل سهل، اسهل طريقة يا غسل الجنابة. الله مرحبا مرحبا. الله خويا عمر واش ما كتجيشي لطنجة؟ وكنجي اخويا كنجي 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 طنجة ضروري كما قالوا. قال لك طنجة تديني والقصر يجيبني. ولا مهمتي الحبيبة حتى شي حاجة ما تخصني. والله يحفظكم اخوتي كاملين، الله يحفظكم. خويا عمر يمكن لك تورينا اسهل عمليه الغسل من الجنابه. مرحبا. بلات 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 اخواني، انتظروا قليلا، طلبوا الله عز وجل يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم. يا اخواني الكرام مرحبا مرحبا. بلات اخواني واحد هني هنية هنية. مرحبا مرحبا خوتي، تبارك الله عليكم، الله يجزيكم بخير. خليكم معايا اليوم ان شاء الله، يعني ان نريكم الطريقه ديال الغسل الجنابه مباشره، ونطلب الله عز وجل يعني يجعل العمل ديالنا هذا خالصا لوجه الكريم. يا ربي تقبل منا يا الله. مفهوم يا احبابي يا مشاهدي الكرام، اسمعوني جيدا. اليوم ان شاء الله هذا الاخ هو سبحان الله ربي كرمنا به، اسمعوني يعني نوريكم كيفاش تغتسل من الجنابه. غسل الجنابه يا اخي ساهل، بلا ما ترون مع راسك، بلا ما يروبلوك قال لك غسل هذه 17 وهذه 18. سهله سهله، اسهل طريقه كيفاش تغتسل يعني ترفع الحدث الاكبر، غسل من الجنابه. مرحبا مرحبا، تعالوا 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 يا اصدقائي، تعالوا هاد الدراجه. مرحبا. بلاتي بلاتي كنديروا لهذا هيدا. الله 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 كي نعمل لك اخوان، خليكم معايا. الله مزيان. مرحبا مرحبا. بسم الله كنبان مزيان دابا الاخوان، واخا طلب الكاميرا ماشي مشكل. بلات شي داك الشيء يبان مزيان، وخليكم معنا اصدقائي شي حتى بلاصه. انسان يستافد اصاحبي، شحال من واحد نعوذ بالله كيبقى شي جمعه خاويه. وانتم كتعرفوا يا اخواني هاد الايام كتسرو بعض الفاسيقات، كيفتحوا اللايف وكيتعراو وكيتفضحوا على ولاد المسلمين، كيضيعوا لنا الشباب ديالنا. ولكن هذا الكلام كنوجهوا للشاب الصالح، نعم لا يكون في مصلحه البلاد والعباد. مرحبا.
الله نزيدو نمشي نشد كامل. مرحبا 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 بكل الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم مرحبا بكم. إخواني تبارك الله عليكم، فأولا وخير ما يبدأ به الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فيا أحبابي الكرام، إن شاء الله نطرقوا هذا الموضوع، نطلب الله عز وجل يتقبل منا. نعم يا أحباب، الغسل من الجنابة يعني الإنسان يمكن له استحلام، يمكن الإنسان يعني أتى الأهل ديالو، فما نقولوش لا حياء في الدين. يا أخي يا أخي الكريم، هاد المعلومة حسنا خصنا نحيدوها، هاد الكلمة جهولة يا أخي الكريم. قال لك لا حياء في الدين، الدين كله حياء، الحياء من الإيمان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن حقك تسأل على الدين ديالك، من حقك تعلم دينك، يعني ما تكونش جاهل. المسلم جاهل يا ضحكة هذه، شحال من خوتنا مساكين ما يعرفوش يغتسلوا تا غسل الجنابة. رفيق غادي الشريف، ضروري خصك تفقه في الدين، تفقه في دينك، وبين تفقه في الدين تعلم كيفاش تغسل من الجنابة. اسمع. نعم يا أخي، لك تتبع عليك الله، صبحتي مستحلم، مرا ولا راجل، لا كنتكلم مع بنتي، مع الرجال والنساء، المسلمين، هذا الكلام هذا كنوجهو للمسلمين أينما كانوا. أخي المسلم، استحلمتي، يعني ولا كنتي بايت مع وليداتك، فهمتي، يعني مع الزوجة ديالك، نعم، أصاب ما أصاب، بغيتي تغتسل من الجنابة، مرا ولا راجل، الغسل الجنابة كيف ديال المرا كيف ديال الراجل، هاي واحد المسألة نوضحوها ديال النساء خاصة، واحد المسألة، هي يعني في غسل الشعر. يعني المرأة كيفاش تغسل يعني الضفيرة ديالها، المرأة مثلا عندها الشعر طويل، فهمتي، حتى هي خاصها يعني توصل لك الحتايات يعني أصول الشعر، يعني الماء، حيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل شعرة فيها جنابة كما جاء في معنى الحديث. يعني خص المرأة يعني خصها تحك هذاك أصول الشعر ديالها، وهذاك الشعر الطويل ديالها كتهز بالماء كتمسح على ذاك الشعر، هاي هذاك الشعر ديال المرأة طويل كتهز الحتية ديال الماء، مفهوم، وكتدوز على داك الشعر ديالها، هادي واضحة. فإخواني أنا نغسل لكم غسل الجنابة، نيش أنا جبت الماء، هنغسل غسل الجنابة. نعم هانت أخي الكريم، حنا تكلمنا مثلا إنسان استحلام ولا امرأة يعني فيها الحيض أو النفاس، هادشي ضروري خصو يعني رفع الحدث الأكبر. اش كنديرو؟ أول حاجة كندخلو المرحاض، يعني الاستنجاء، هذاك المكان إما من الدبر أو من القبول، مفهوم؟ يعني الإنسان خصو ينقي هذاك المكان مزيان، ينقي المكان ديال هذاك المكان خصو ينظفو ضروري بطبيعة الحال. وهاد الماء ما تخشيش يدك يا أخي، ما تيشوفش يدك، لا، راه اللي تشوف شنو فيها، شمن بلا فيها، اليد راه نجسة. أول حاجة مي كنبداو غسل الجنابة هي النية، النية أفضل من العمل، والنية يا أخي المشاهد المحل ديالها القلب، فهمتي، بلا ما نلفظوا بها، وأنا نوي نغسل، أنا نوي نصلي، شحال الناس مساكن كيبغيو يصليو كيقولوا نية الظهر إن شاء الله، شكون تخربق؟ اللفظ بالنية بدعة لم يرد هذا عن السلف او عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، النيه بلا ما تلفظ بها، مفهوم يا اخواني المشاهدون، فهموا كلامي، يعني بلا الاخوان، انا نحيد التعاليق باش ما كنترونش، الله يجزيكم بخير، خليكم، انا نحيد التعاليق، الله يجزيكم بخير، خليكم معايا، بلا ما تكتبوا دابا، بلا ما تكتبوا، صنتوا واستافدوا، دابا اهم شيء في غسل الجنابه هي النيه، والنيه المحل ديالها القلب. نعطيو مثال، واحد مشى للحمام، فهمتي، ولا واحد مشى للحمام، وواحد مشى عام في المحيطات ديال البحر كاملين، عام فيهم هو فيه الجنابة، ومشى يعوم في المحيطات والبحر كامل غسل به،
ما رفعتيش يا اخي الجنابه، بقى عليك الجنابه. لما كانتش عندك النيه، خص النيه ضروري النيه. ولو مشيتي للحمام وديتي الكيس وديتي الفوطه وديتي الصابون وديتي الغسول، فهمتي ولا؟ ومشيتي بلا نيه بانك ترفع يعني الحدث الاكبر، عندك زيرو، راه انت باقي بالجنابه. اهم شيء يا اخي المسلم في غسل الجنابه هي النيه، والنيه المحل ديالها القلب. نعم يا اخواني، احنا وضحنا مساله النيه. النيه ضروري النيه، بغيتي تغسل اي عمل عندنا في الدين ديالنا خصك النيه. نعم ياك هل ما عندنا، انا قلت لكم مثلا كي كتنوض كتمشي للطواليط ياك المرحاض كتغسل يعني هذاك الفرش ديالك فهمتي، تغسل مزيان اها ياك. كنخرجوا من المرحاض كيف ما قلنا، ما خصش يمشي يدنا في الماء، هذا الماء هذا ما نقيسوش. كنقلب على كنقلب هيدا كنقلب هيدا. انا قلت لك النيه، النيه ضروري من النيه. بسم الله كنقول بسم الله، اي عمل كيتبدا بلا اسم الله راه هو يعني القضيه ديالو ما مكمولاش كما جاء في الاثر. انا دابا دخلت يعني عملت الاستنجاء في المرحاض، انا خرجت كندخل المرحاض كندخل بالشمال ياك، وكنقول قبل ما ندخل كنقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ملي كندخل وكندخل بالشمال المرحاض، وملي كنخرج من المرحاض كنخرج باليمين وكنقول غفرانك، الله عز وجل كيغفر لك الذنوب يا اخي المسلم. اسمع يعني ولو دوش يعني ولو تغتسل غسل الجنابه داخل المرحاض ماشي مشكل. دابا حنا نظريا دابا كنتكلم يعني نبينو، انا قلت لك نقول بسم الله خش من المرحاض قلت غفرانك. انا دابا هنبدا غسل من الجنابه، باش هنبدا بالوضوء، الاصغر، وضوء للصلاه. دابا هنبدا يا اخي المشاهد بالوضوء للصلاه. نعم الوضوء ديال الصلاه، دابا انا نتوضا الوضوء ديال الصلاه. كنقول بسم الله، بسم الله كنغسل يدي ثلاث مرات. شاهد يا اخي كنغسل يدي مزيان، ها الاولى، ها الثانيه بالدلك وتخليل يعني الاصابع والبراجيل، ها الثاني، ها الثالث، انا غسلت يدي، هاي يدي واش مزيانه، هاي يدي واش طاهره. دابا يمكن لك شي يدي في السطل، نعم ما تخشيش يدك في السطل قبل ما تغسلها خارج الاناء، ما تخشيش يدك. يعني في شي مذهب من المذاهب والله اعلم امام مسلم قال لك يعني الا خشيتي يدك مباشره يعني داك الماء يعني ولا نجس بحال هكذا، فيما معنى الكلام ديال عند مسلم، عند مسلم نعم. يعني خصك ما تغشيش يدك مباشرة، تغسل يدك في الإناء، كتغسل يدك ثلاث مرات. أنا غسلت يدك ثلاث مرات وأنا ناوي أغسل غسل الجنابة. عندما أنت تبدا وضوء الصلاة أنا غسلت يدك ثلاث مرات. دابا كنمشيو للمضمضة، المضمضة ثلاث مرات ولو مرة فوق مرة يجوز، جوج مرات يجوز، ثلاث مرات. نعم وبلا ما ندير صباعي، حيت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالسواك بلا ما ندير يدي، بلا ما ندخل الصبع ديالي في الفم ديالي، مفهوم؟ بلا ما نمضمض بالاصبع ديالي، ما كاينش حتى شي دليل قاطع يعني بالاصبع، خصنا السواك، مفهوم؟ ها المضمضه، الاستنشاق الاستنتاج. غسل الوجه ثلاث مرات. ما نساوش هذا المكان الله يجازيك بخير بالالف او نعم بالالف، هذا يعني فرق بين السنن، هذا ما نساوش الشارب، ما نساوش هذا المكان، ونخلوا اللحيه ديالنا. الثاني وغسلوا الوجه ماشي مسحوا الوجه. اسمع يا اخي، حس بعض الناس كاين كيعملوا بعض الناس، اسمع بعض الناس كيديروا هيدا هيدا، وهذه القضيه في النساء، النساء كيعملوها بزاف. كاين بعض النساء كيبغيو يغسلوا وجههم
حيت راه فرض غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، ماشي تهز الماء وتلوحي الماء في الارض الشريف وتمسح وجهك، هذا راه المسح. الله قالنا فاغسلوا غسل وجهك، ها تهز الماء وتغسل وجهك، تبدا من المبدأ الراس وتهول الوجه كامل حتى لهنا الاذنين الشحمه الاذنين، كتهز الحفنه ديال الماء ما تهركش الماء صاحبي اسمعني، كاين كثير خوتنا كيتجاهلوا هذه المساله الله يجزيكم بخير، ملي تهز لي الماء ما تخويهش هيدا، هز الماء صاحبي وضربوا على وجهك هيدا، غسل لي وجهك مزيان ثلاث مرات دابا، ها غسلوا يدين الى المرفقين، وكل ما طلعتي مزيان يعني الغره طلع يدك مزيان، واحد أجوج الدلك لابد منه، ثلاثة تخلي الأصابع كل ما طلعت يدي فوق مزيان، دابا نمشيو للشمال ثلاث مرات كذلك مثال، ضروري تغسل يدك كاملة ما تخلي حتى شي بلاصة، ضروري من الدلك انا غسلت يدي، نعم انا غسلت يدي ثلاث مرات، انا غسلت يدي ثلاث مرات ياك، دابا شنو كاينه؟ كاينه مسح الراس ونردو ياك، انا مسحت راسي، مسح الاذنين حيت مسح الراس يمكن لك تهز الماء وتقلب هكا وتمسح، عرفتي الاذن كذلك ويمكن لك تمسح راسك مع ودنك ماشي مشكل ياك، دابا اش باقي لنا دابا؟ دابا غسل القدمين، وحتى ما ننساش الله يجزيكم بخير، دابا انا يعني دابا غنتوضا وضوء الصلاه، يعني هاد المساله فيها خلاف، يعني يمكن لك يعني ما تغسلش رجلك حتى تغتسل غسل الجنابه، تغسل رجلك هي الاخرى ولا بغيتي تغسلها ما كاين حتى مشكل، مفهوم فهموا هاد المساله، دابا غسل القدمين يمكن لي بلا ما نغسلهم، دابا يمكن لي نبدا دابا بغسل الجنابه، يعني نبدا بالراس ديالي ونكمل تنسالي مرة نغسل رجلي، دابا انا بغيت نغسل رجلي دابا باش نتوضا وضوء الصلاه، والله يجزيكم بخير، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في الحديث ويل لاهل الاعقاب، اخي الاعقاب عندك يا اخي المشاهد، وتقليل الماء من السنه ماشي تجيب ها 100 لتر باش تصلي يعني توضا وضوء الصلاه وتصلي من الجنابه، ها الماء كافي، إخواني الكرام ها أنا دابا توضيت لوضوء الصلاة، اش كندير دابا يا أخي المشاهد؟ دابا أنا نرفع للحدث الأكبر يعني غسل من الجنابة، ياك اش كندير دابا؟ كنهز بالحفنة ديال الماء، كنهز الحاسية ديال الماء بسم الله، كنخلي الأصابع ديالي بين الشعر ديالي، حيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في كل شعرة يعني كاين جنابه، واحد هاد الثاني هاد الثالث، نعم دابا غنبدا بالشق الايمن، اما نهود من الفوق حتى لتحت حتى لرجلي، اولا نغسل الشق الايمن هذا ها هذا ونغسل هذا وهاد نولي لهذا نولي لهذا، واش مفهوم يا احباب؟
هنا دابا يعني الاصول الشرعيه مزيان ياك. دابا نبدا بالشق الايمن بسم الله. ها انت يا اخي ساهل غسل الجنابه ساهل 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 ها انت وضروري من الله والظهر ديالك لابد، وماشي الله عز وجل يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ديالي الحمد لله يسر مفهوم يا اخواني. ماشي قال لك واحد قال نجيب الشتاء ونجيب فهمتي ولا نجيب اش هيجيب اللي كيحكوا بها حكاكه فهمتي على حساب المستطاع ديالك يدك وفي وصلت. ولكن يعني انت حاول كيفاش الماء يعم الجسد. اهم شيء يا اخي الكريم من غسل الجنابه يعني تعميم الجسد بالماء. نعطيو مثال، عندي واحد السطال في الدار، سطال تخشيت فيه. انا قلت لكم في الاول اهم شيء هي النيه. عندنا سطال تخشيت في هذاك السطال ها ونص انا غاسل من الجنابه. نعم يا اخي مثلا انا في البحر وفي الجنابه وبغيت نغتسل من الجنابه كنضرب سانطو، ولكن تكون عندي النيه. كنقول لك النيه يا اخي لابد من النيه. بسم الله كنضرب سانطو في البحر كنطلع يعني ونحك شويه وهذه صافي انا غسلت من غسل من الجنابه. نعم يا اخي الكريم غسل الجنابه ساهل ماهل. نعم يا اخي شاهد ثلاث المرات. واهم شيء هي يعني انت تحس براسك بان الماء وصل لكل الاماكن، وبالخصوص الاماكن الغائره مثلا الصوره. الصوره ما نساوهاش، الصوره ضروري ياك. هاد الاماكن هذا هاد المكان هذا ياك، مثلا هنا العرق ديالنا هاد هنا نحكوا هاد المكان هذا فهمي يا اخواني. باه نمشيو للجانب الايسر. نعم حتى لا ننسى يا اخواني، مثلا عندنا واحد السطا العامر بالماء ها هزيته وقلبته عليا والماء يعني فاض على سائر الجسد ديالي كتسمى غسلت من الجنابه. واهم شيء هي النيه، انا كنعاودها ونكررها. دابا غنغسل الشق الايمن يعني ديال هذا الفستان بسم الله. هيدا هذا المكان اخي هذا ضروري من نحكو مزيان نحكو مزيان، وحتى ما ننساش الله يجزيكم بخير. الانسان ما يكون يعني اثناء هذه العمليه يعني كيرفع الحدث اكبر خصو ما يقش الذكر ديالو الله يجزيكم بخير، يعني ما يقصوش في هذه الصفحه هذه. وحنا نتجنبوا المشاكل كامله ما نقصوش بالسلام مفهوم. يعني الذكر ديالك المراه ولا الرجل ما تقيش الذكر ديالك في هذه الصفحه هذه اليد يعني امام او من الخلف مفهوم. يعني الاماكن اللي يخرج منهم الغائط او البول ما نقيسوهم شي ابدا الله يجزيكم بخير. وانا قلت لكم يعني الوضوء يعني الوضوء الصلاه او رفع الحدث الاكبر يعني غسل من الجنابه يعني كيف ديال المراه كيف ديال الراجل بحال بحال. غير المراه انا قلت لكم يا اخواني يعني ديك الضفيره ديالها كتدلل الماء صافي. هذا هو الاشكال اللي كاين في غسل الجنابه بين الراجل والمراه. نعم والحكم مزيان. كنمشي دابا يعني الشق الايسر وكيف ما قلت لكم يا اخواني سابقا اذا كنت انا ما غسلتش رجلي اثناء الوضوء الوضوء الاصغر دابا يمكن لي نغسل رجلي. واش فهمتوني؟ ونطلبوا الله عز وجل يتقبل منا وجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وكنحيي كل الاصدقاء. ها انت دابا كتسمى يعني اغتسلتي غسل الجنابه، والانسان يا اخواني ملي يتوضا الوضوء الصلاه او الوضوء ديال الجنابه اش كنقولوا؟ كنقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شنو هو الفضل ديال هذا الدعاء؟ شنو الفضل ديالو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني ما منكم من احد فيبلغ او يصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. يا اخي
ما ننساوش هذه المساله، الله يجزيكم بخير يا اخواني الكرام، يا اخواني المشاهدون، ما تنساوش هذه المساله مهمه والله العظيم. الانسان ملي يتوضا ما ينساش الفضل هذا، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اخواني الكرام، احييكم دائما وابدا، وشكرا لكم على المتابعه. هذا عمر ابو حفصه يحييكم، والى اللقاء، طابت اوقاتكم بكل خير. الله كيحمق لي اخوتي الببارد، الببارد. مع السلامه، مع السلامه. هذا غسل الجنابه ديالي انا، وسول على راسك والله اعلم. يلا مع السلامه اخواني، مع السلامه. سولوا على ديننا، سولوا على ديننا. هذا غسل الجنابه ديالي، يعني اقتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يلا مع السلامه يا احباب، شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تضربوا الجرس في هذيك القناه يا اخواني، ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه، الله يجزيكم بخير. عندي القناه في اليوتيوب، يا عمر السميه ديالك بحال السميه ديال الصفحه. الصفحه عندي فيها محبكم عمر ابو حفصه النحيلي، والقناه عندي فيها عمر ابو حفصه النحيلي. طابت اوقاتكم بكل خير، والى اللقاء، وشكرا لكم على المتابعه. مع السلامه.